صحة تركي صحة يعطيك الصحة عايش عايش ايه توا يقول لك في الليسي تلقى عندي قريبة رجوع القراية التلقيح بشوالي يذول من التحذيرات اللي رجوع القراية كي نقول لسه الكل معنا النجم نرجعوا غير خوف القراية كورونا عطوسة معاك هذي هاي خمسة نصورة دخلت نلقى باش مهبطين فيها على التلقيح نهار 29 دخلت سجلت وجيت لقاحت عادي خلاص تدعي اصحابك انو يجيو يلقحوا اي ندعي اصحابي باش يجيو يلقحوا القطوسه هذه تو جبتها معك باش تلقحها ملقحه هي ملقحه السنه هي جبت بنتي حبيت نلقح لها ومش جيتني باش نزيد نلقح باش نحمي روحي من المراه والصغيرات يرجعوا يقراوا عادي الصغار يرجعوا يقراوا عادي بقدرة الله اي اكيد حابين نلقحوا على ميتي واحد ما يعرفش عليها الكورونا من تطلع منين تجي اي ابرك خي على الاقل واحد ماكم لقح ضامن على روحه اي ان شاء الله اكيد من ابي اللقح انا صنجيت مش نلقح واكيد باش نقول لاصحابي لقحوا وما نشجعهم الكل عبد كل تلقح قررت باش نلقح جست عن مرض اي باش كي نرجع نقرا هاني متهنيه وكها اي لازم الشباب الكل يقراو باش يلقحوا باش على مرض لازمنا نلقحوا واجب علينا اي حبيت نجي نلقح باش نرجع نقرا باش ما يعديونيش ولا حاجه ولا نعدي تعرف شكون صغيرات مرضوا في الكوليج ولا في الليسي اي فما برشا مرضوا اي فما برشا مرضوا من الكوفيد فما زيدا ما حبوش يلقحوا وكما عبيد ما حبيتش تلقح قلتي توك صغيرات يلقحوا يوليوا محميين وما يقراوا محميين هاي يوليوا محميين الاخر والله انا من ضمن المجموعة معناها اللي متقدمة واللي تفهم بحكم معناها كان مفروض علينا باش نلقحوا هذيك علاش انا جيت حفظ لصحتي وصحة الاحباب والاصحاب والناس اللي ما نعرفوهاش زيد انا راني كملت الباك وما نجحتش فهمت اما قالوا لي تجي تلقح اوبليجي عليك باش تلقح قلت اوكي ميساج على صحتي وقلت لازمني نلقح وجبت اليوم ما باش تلقح شكون تقرا بتبيع شكون صنع فورماسيون ونقرا على روحي ونضمن مستقبلي سجلت انا قالوا لي لازم نلقح هاني نحب نلقح انا مش نبعث على شكون غادي اكبر مني باش نعطي تليفوني لقح يبعث لي واللقح كان يبعثوا لي اللقح انا ترى التلقيح مهم ياسر باش الصغار يرجعوا اي مهم ياسر بالنسبه لي انا مهم ياسر انا من فيل انا حسستي ان اي مرض في اخر فاي ان شاء الله ربي يحفظك حاجتي حاب انه الصغار يلقحوا زاد اي حبهم يلقحوا حبهم ماذا باش يرجعوا ياكلوا كل يوم حضر روحك العودة مدرسية آه. كيف سنين أمور التحضير حضروا حضروا يقروا على رواحهم وكونا بيلي جاي اللقح مش اللقح هم يلقحوا الكل يحبوا لدوات شريت لدوات مزيل تم شريه وتم المزيل الظروف تحكم معك تعرف كورونا وتعرف صغار عايشك عايشك ربي يحفظك الله يخليك صحة Je suis une étudiante نقرأ بس معنا deuxième année prépa je pense que la belle école لازمها تلقح والناس ترجع تقرا باش البلاد ترجع امنه ونرجعوا ناس نورمال يزي ما تعبنا ويزي ما سكرنا على رواحنا كها ولازمها البلاد ترجع تخدم العباد ترجع تتحرك الاقتصاد يرجع كالعاده ونشجع الناس الكل باش تلقحوا كها وردوا بالكم على رواحكم نحن لهنا كشيفة جايين باش ننظموا في صفوف الملقحين نشجعوا العباد باش تجي تلقح باش ننظم عودة مدرسية طيبة للجميع وباش توفى علينا هالجائحة ونرجع لحياتنا العادية إن شاء الله وربي إن شاء الله تونس ديما بخير والمطل اليوم كما تشوف كشيفة عنا زادة منظمة عزيمة معانا تنظم الإطار الطبي وشبه طبي الإطار الأمني زادة نشكروه الحماية المدنية والصحافة زادة نشكروهم اللي تتبع في الوضع ونشكروا إذاعة الحياة إف إم
بلقحتوش اليوم رغم اللي هاي ما مسجله وبعثوا لها ليفاكس وقالوا لها اليوم قال لك ليه ما تعديش في المنظومه مسجله هي ليفاكس ليه مسجله من جد كان مسجله مريقله بعثوا لها مساج وبعثوا لها مساج وبعثوا لها كود وكل ما شيء لهنا قال لك ليه ما تعديش لازم 15 سنه فما فوق وهي ناقصه قداش من نهار ناقصه تقريبا 25 يوم 24 قداش 4 ايام ناقصه كيك انت حبيت تجي تلقح اليوم حبيت تلقح هي سجلت وريك بتروح كل شيء هاي ان شاء الله توك شوف الوقت هاي السلام عليكم. Hi, everybody.